بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پیج نمبر 42 سے شروع کریں گے. اور کیا ریڈنگ ہے اس کو شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. التدریب الاول اقرائی فقرات. پہلی پیراگراف تم آج بنے لگ سے رہتی, پھر جواب دیجیے سوالوں کے. مالکن ذہب الى السوق. مالک بازار گیا, بازار کی طرف گیا. هو الان فی قسم الاسواب. وہ ابھی کپوں کی نہیں چوکوں کی قسم سیکشن میں ہے, کپوں چوکوں کی سیکشن میں ہے. هذه اسواب جميلة جدا. یہ چوگے بہت خوبصورت ہیں. هذا ثوب ازرق. یہ بلو چوگا ہے. وهذا ثوب ابيض. اور یہ وائٹ چوگا ہے. وهذا ثوب اصفر. اور یہ یلو چوگا ہے. الثوب ازرق بسبعین ریالا. اور بلو چوگا 70 ریال کا ہے. وثوب الابيض بتسعین ریالا. اور وائٹ چوگا 90 ریال کا ہے. والثوب الاصفر ب30 ریالا. اور یلو چوگا 30 ریال کا ہے. ماذا یرید مالکن. مالکن یرید آپ کیا چاہتے ہیں. ماذا یرید مالکن مالک کیا چاہتا ہے. لا یرید ثوب الابیض وائٹ چوگا نہیں چاہتا. الثوب الابيض ب90 ريالا. اور وائٹ چوگا 90 ريال کا ہے. هذا قصير جدا. یہ بہت زیادہ ہے. مالک يريد الثوب الاصفر. مالک یلو چوگا چاہتا ہے. الثوب الاصفر ب30 ريالا. اور یلو چوگا 30 ريال کا ہے. اين مالک الان. مالک الان في قسم قسم الاسواق. بكم الثوب الابيض. الثوب الابيض كتنے کا ہے. ب90 ريالا. الثوب الابيض ب90 ريالا. بكم الثوب الازرق. الثوب الازرق ازرق ہے 30 نہیں 30 نہیں ب70 ریال. بكم الثوب الاصفر. الثوب الاصفر ب30 ريالا. ماذا يريد مالك. يريد مالك الثوب الاصفر. التدريب الثالث نہیں ثاني. التدريب الثاني اقرا الفقره. پیراگراف پڑھیے ثم اجب عن الاسئله. پھر کے سوالوں کے جواب دیجیے. راشد يذهب الى السوق. راشد بازار جا رہا ہے. راشد يريد قميصا. راشد شرٹ چاہتا ہے. هذا قسم القمصان. یہ شرٹس کا سیکشن ہے. هذه قمصان جميلة. یہ شرٹس خوبصورت ہیں. هذا قميص ابيض. یہ وائٹ شرٹ ہے. وهذا قميص اصفر. اور یہ یلو شرٹ ہے. وهذا قميص احمر. اور یہ ریڈ شرٹ ہے. القميص الابيض ب20 ريالا. اور وائٹ شرٹ 20 ريال کی ہے. القميص الاصفر ب30 ريالا. اور یلو شرٹ 30 ريال کی ہے. القميص الاحمر ب40 ريالا. اور ریڈ شرٹ 40 ريال کی ہے. راشد يريد القميص الابيض. راشد وائٹ شرٹ چاہتا ہے. راشد يحب اللون الابيض. راشد وائٹ کلر پسند کرتا ہے. ولا يحب اللون الاحمر. اور وہ ریڈ کلر پسند نہیں کرتا. الى اين يذهب راشد. کہاں جا رہا ہے راشد. راشد يذهب الى السوق. ماذا يريد راشد. يريد راشد القميص. قميصا. قميصا. يريد راشد قميصا. راشد قميصا. بكم قميص الابيض.
القميص الأبيض بعشرين ريالا بكم القميص الأصفر القميص الأصفر بثلاثين ريالا بكم القميص الأحمر القميص الأحمر بأربعين ريالا بكم قميص راشد القميص راشد دن بكم كتنے بیس ریال کی بھی عشرین ریال التدریب الثالث اقرأ الفقرة پیراگراف پڑھ لی تم اکمل العبارات پھر مکمل کیجیے عبارات کو الاسرة تسکن الان فی شقة جدیدة فیملی رہتی ہے ابھی خوبصورت جدید نئے اپارٹمنٹ میں الاسرة تريد بعض الاساسی فیملی کچھ سامان چاہتی ہے یذهب الزوج والزوجة الى قسم الاساس جاتے ہیں ہسبینڈ وائف سامان کے سیکشن میں ہذا اساس جمیلا جدا یہ بہت خوبصورت سامان ہے ماذا تريد الاسرة کیا چاہتی ہے فیملی تريد ثلاثة وفرنا وسخانا وتلفازا چاہتی ہے فریج اوون اور سخانن تھا واٹر کولر گیزر پانی گرم کرنے کے لیے باتھ روم ہوتا ہے نا وہ گیزر و تلفازن اور ٹی وی تضع الزوجة الثلاجة والفرن في المطبخ رکھتی ہے بیوی وائف الثلاجة فریج اور کچن میں وتضع السخانة في الحمام اور گیزر رکھتی ہے واش روم میں وتضع التلفاز في غرفة النوم اور ٹی وی رکھتی ہے بیڈ روم میں شقۃ الان جمیلۃ جدا اپارٹمنٹ اب بہت خوبصورت ہے اکمل الاسرۃ تسکن فی الاسرۃ تسکن فی شقۃ جدیدۃ تو بعض الاساسی هي تريد ثلاجة وفرنا وسخانا وتلفازا تزع الزوجة الثلاجة في المطبخ وتزع سخانا في الحمام وتزع التلفاز في غرفة النوم وتزع التلفاز في غرفة النوم الشقة الآن جميلة جدا تدريب الرابع اقرأ الفكرة ثم أجب عن الأسئلة الأسرة تذهب إلى السوق يوم الخميس في المساء للتسوق فیملی جاتی ہے بازار کی طرف شام میں شاپنگ کے لیے الأسرة تذهب إلى السوق بالسيارة فیملی جاتی ہے بازار کی طرف کار میں الأم تريد سمكا وبيضا وطماطما اور والدہ چاہتی ہے سمکن مچھلی و بیزن رنڈے و تماتما اور ٹماٹر والابو یرید صحیفتن و کتابتن اور والد چاہتے ہیں صحیفتن نیوز پیپر اور بکس والابن یرید قلمن اور بیٹا چاہتا ہے پین والابنۃ ترید دفترن اور بیٹی چاہتی ہے رجسٹر السمک بأربعین ریالا مچھلی
40 ریال کی ہے. والبیض بسبعین ریالا, اور انڈے سبعتی بسبعتی ریالات, اور انڈے 70 ریال کے ہیں. سات ریال کے ہیں. والطماطم بخمسة ریالات, اور ٹماٹر 5 ریال کے ہیں. والصحیفة بریالین, اور بریالین, اور اخبار 2 ریال کا. والکتاب بعشرین ریالا, اور بک 20 ریال کا ہے. والقلم بثلاثة ریالات, اور پین 3 ریال کا ہے. والدفتر بأربعة ریالات, اور رجسٹر 4 ریال کا ہے. المطلوب 80 ریالا, 80 ریال چاہیے. متى تذهب الأسرة إلى السوق؟ تذهب الأسرة إلى السوق يوم الخميس في المساء. في أي وقت تذهب؟ كون سے وقت میں؟ وقت في أي وقت تذهب؟ تذهب في المساء. كيف تذهب إلى السوق؟ تذهب إلى السوق بالسيارة. ماذا تريد الأم؟ تريد الأم سمكا وبيضا وطماطم. ماذا يريد الأب؟ يريد الأب صحيفة وكتابا. ماذا يريد الابن؟ يريد الابن قلما. ماذا تريد الابنة؟ تريد الابنة دفترا. بكم سمك؟ السمك 40 ريالا. بكم البيض؟ البيض 7 ريالات. بكم الدفتر؟ الدفتر بأربعة ريالات. التدريب الخامس, اقرأ الكلمات والنص ثم اكتب الكلمات ثم اكتب الكلمات في الفراغات. العشاء, السيارة, بعد المكتبة, الشركة, الأسرة. يوم الجمعة. دیکھیں جب ویسے ہم اکیلا لاس پڑھتے ہیں تو ہم فتح نہیں لگاتے, دمہ لگاتے ہیں. اسرتو شریکتو المکتبتو السیارتو والعشاء. العشاء السيارة بعد المكتبة الشركة الأسرة. يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية. جمعة کا دن چھٹی کا دن ہے ہفتے میں. في هذا اليوم لا نذهب إلى جامعة. اس دن میں ہم نہیں جاتے یونیورسٹی. ولا يذهب والدي إلى, اور نہیں جاتے ہمارے والد إلى شریکتی کمپنی کی طرف. نحن نحب يوم العطلة, ہم چھٹی کا دن پسند کرتے ہیں. فی یوم العطلة تذهب اسرتی الى السوق للتسوق. چھٹی کے دن ہم جاتے ہیں. تذهب اسرتی فیملی جاتی ہے. میری فیملی جاتی ہے بازار کی طرف شاپنگ کے لیے. السوق بعید عن بیتنا, بازار دور ہے ہمارے گھر سے. ذهبت انا, میں جاتا ہوں. ذهبت انا والاسرتو, ٹھیک ہے. والاسرتو
والدی والدتی و اخی محمود و اختی زینب بال بی بی بعد بالسيارتي بالسيارتي واخي زينب بالسيارتي الساعة الآن الرابعة عصرا أبي چار الرابعة عصرا شام کے چار بجے ہیں هذا هو السوق یہ بازار ہے الساعة الخامسة الآن ابھی پانچ بجے ہیں ماذا تريد اسرتي من السوق کی میری فیملی کیا چاہتی ہے بازار میں لینا کیا چاہتی ہے بازار سے تريد والدتي من السوق کی میرے والد چاہتے ہیں بازار میری والدہ چاہتی ہے میری والدہ چاہتی ہے بازار سے اروز اروزا اروزا واللحم والسمك والدجاج والفاكهة چاول گوشت مچھلی اور چکن فروٹس والبیز انڈے والطماطم ٹماٹر والبصل پیاز والشاہی چائے والسکر چینی والقهوة قهوة اذهب مع محمود وزینب میں جاتا ہوں محمود اور زینب کے ساتھ الى المکتبۃ لائبریری کی طرف اخی محمود یرید میرے بھائی محمود چاہتے ہیں قلمن قلم و دفترن اور رجسٹر و زینب ترید اور زینب چاہتی ہے معجمن ڈکشنری و کتابن و کتاب في السوق نتناول في السوق نتناول وجبات بازار میں ہم وجبات العشائی وجبات العشائی ہم بازار میں رات کا کھانا کھاتے ہیں ڈنر کرتے ہیں ناکل فیہا لحم و سمک و دجاج و ارز و سلطہ اور کھاتے ہیں گوشت مچھلی چکن چاول اور سلاد و نشرب العصیر اور پیتے ہیں جوس و شائی اور چائے و قہوہ اور قہوہ عشائی نذهب الى البیت بعد العشائی بعد العشائی نذهب الى البیت مطلب کھانے کے بعد ہم جاتے ہیں گھر کی طرف التدریب السادس اجب عن الاسئلة التالية نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے متى تذهب الاسرة الى السوق کب فیملی جاتی ہے بازار کی طرف تذهب الاسرة الى السوق الساعة الخامسة الساعة الخامسة ایسے اگر یہ اتنا یا یعنی یوم الجمعہ کے میں زیادہ بہتر ہے تذهب الاسرۃ الى السوق یوم الجمعہ چلو ٹھیک ہے نیکسٹ جمعہ کیف تذهب الاسرۃ الى السوق تذهب الاسرۃ الى السوق بالسیارۃ لماذا تذهب الاسرۃ الى السوق فیملی کیوں جاتی ہے تذهب الاسرۃ الى السوق للتسوق لماذا يريد محمود من المكتبۃ يريد محمود من المكتبۃ قلما ودفترا قلما ودفترا ماذا تريد زينب من المكتبة؟ تريد زينب من المكتبة معجما وكتابا.
ماذا تتناول الأسرة من الطعام؟ تتناول الأسرة من الطعام السمك، اللحم والسمك والدجاج والأرز والسلطة. تتناول اللحم والسمك والدجاج والأرز في الآخر من أبني كنتا من الطعام. من الطعام. التدريب الثاني، رتب الحروف ثم سل بينها لتصبح كلمة كما في المثال. دجاجة، وهي هي حليب. ठीक है نحيف. सही है يا قارة. قصير. ठीक है الرزة. सही है यक नुसु यक नुसु यक नुसु आताजाल तज़हबु تدريب الثالث، اكتب الكلمات تحت الصور كما في المثال. القميص قمصان، الثوب أثواب. طبق في الجملة أطباق. أطباق في طبق. طفل فيه أطفال. بين كلمتين لتصبحن تعبيرا كما في المثال. अच्छा बात सुने अभी ये सवाल के ऊपर कोई चीज आ रही है लिखी हुई जो इसको कवर कर रही हो कुछ भी नहीं है नहीं सर वो कोई लड़की थी वो मुझे कह रही थी कि आप लैपटॉप पे ले लिए या मोबाइल पे क्लास ले लिए सर मोबाइल पे क्योंकि ये जो शायस्ता सवालों को भी होता ही है कि अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना तो इनको ये जो ऊपर वाली लाइन नजर नहीं आती वो कहती है यहाँ पे नाम लिखे हुए आ रहे हैं सबके यानी कि जब मेरा हो गया उसका हो गया इसी तरह को लड़कियों भी कहती है कि जब मैं यहाँ पे स्क्राइब का ना वो नाम लिखा होता है वो आपने रिमूव किया या क्या किया मुझे तो नहीं नजर आ रहा कुछ भी ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट बना कर ना मैं सेंड कर देना ठीक है सर ठीक है من فصلك أي خدمة أي خدمة علبة الملح علبة ملح ठीक है طبق بيض كتاب القراءة المعجم العربي عربی کسرہ ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے دمہ لکھا ہوا لیکن جب موجم کے ساتھ جوڑیں گے پھر الموجم العربی پر یہ تو موجم بھی معروف ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دمہ ہی آئے گا یہ نعت منعت بن جائے گا الموجم العربی التدريب الخامس رتب الكلمات لتصبح جملة كما في المثال المثال جملة كما في المثال المثال القراءة هذا كتاب القراءة الملح علبة أريد علبة الملح البتل ملحي منصوب أريد كي وجه
علبة الموري، علبة الملحي، الملحي. أيضا ماذا تريدين، ماذا تريدين أيضا؟ القمصان قسم هذا، هذا قسم القمصان. جميلة أسباب لدينا، لدينا أسباب جميلة. الأبيض الثوب أريد، أريد الثوب الأبيض. التدريب السادس، املأ الفراغ مما بين القوسين كما في المثال. هذا كتاب القراءة، المعجم القراءة. القميص بعشرين دينارا. هذا هو القميص، هذا هو القميص الأزرق. لدي 80 ريالا. أدرس في كلية الطب. الاختبارات في شهر رمضان. التدريب التاسع، ساعد زميلك في كتابة الكلمات الصحيحة كما في المثال. مدد كيجي اپنے کولے کی فی کتابت الکلمات صحیح، صحیح کلمات لکھنے میں کما فی المثال، لکھا مثال میں ہے. المثال اکتب بکلماتی او بالقلمی، بالکتابی، اکتب بالکتابی او بقلم. تکتب بالقلمی، اکتب فی الکتابی او فی الدفتر. اکتبنی اکتبو، 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 اكتب في الكتاب او في دفتري. تكتب في دفتري. ٹھیک ہے، تكتب في دفتري صحيح ہے. ازع الملح في الشاي او السكر. تزع سكر في الشاي. ازع السكر في السلطة أو الملح. تزع ملح في السلطة. نزع القرآن تحت الكتاب أو فوق الكتاب. نزع القرآن فوق الكتاب. نشرب القهوة في الصباح أو في الليل. نشرب القهوة في قهوة في الليل. في الليل كتنا رہتا ہے؟ ایک ہی صفحہ اس کو مکاتے ہیں، ابھی ٹھہرے، اذان ہو رہی ہے نا، ایک منٹ رکیں.
جی صفیہ شروع ہو جائے. التدريب السادس عشر اكتب العبارات الصحيحة في الفراغ مستعينا بالصور اريد معجم العربي اريد قواعد اللغة العربية قواعد اللغة العربية قواعد أريد قواعد اللغة العربية أريد القراءة كتاب القراءة والمحفوظات كتاب القراءة والمحفوظات أريد طبق البيت أريد البيت محفوظات کیا ہوتا ہے محفوظات کتاب القراءات حفظ کے لیے یاد نہیں تو المحفوظات سٹوری بک ٹھیک ہے قصے قصوں کی بک کہانیوں کی بک قصوں کی بک میں قصوں کی کتاب چاہتا ہوں ٹھیک ہے اریدو البت الملح التدريب ثانیہ عشرہ ثانی عشرہ ثانی عشرہ ثانی عشرہ اكتب الارقام كما في المثال المثال القميص بعشرين ريالا هذه عشرون ريالا القميص بثلاثين ريالا هذه ثلاثون ريالا الخميس بخمسين ريالا هذه بخمسين ريالا الخميس بستين ريالا هذه ستون ريالا القميص بثمانون ريالا هذه ثمانين ريالا بثمانين ريالا هذه ثمانون ريالا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ الوعدۃ العاشرہ شروع کریں گے.